موجودين في المسألة، هما الاثنين موجودين في المسألة، يبقى ما ينفعش هما الاثنين يورثوا. جارة الأب صحيح؟ أيوة، هو الجد نفس نصيبه، هو السدس. يبقى الأب والجد أول ما أشوفه في المسألة يبقى في دماغي على طول، حط في دماغي على طول السدس. بس إذا كان الأب موجود معاه في نفس المسألة ومعاه الجد، يبقى لا يرث الجد بسبب وجود الأب. يبقى احنا أول واحد هنا مش هي من الورثة، من المفروض الورثة اللي هو الجد مش هيرث. ركز معايا، أنا هربطكم بجزئية معينة. يبقى الجد هنا إذا كان الأب موجود يبقى الجد مش هيرث، يبقى ده اسمه الورثة الأقارب الذين لا يرثون. ممكن لو هو كان موصي ياخد من الوصية، ما ياخدش من الميراث. فهمت الملحوظة ديت؟ احنا قلنا في الوصية الدرس اللي فات، في الوصية قلت اللي هو الايه، الأقارب الذين لا يرثون، ايه استاذ، اللي هي الوصية الواجبة، صح كده؟ ممكن بس استاذ الجد في هذه الحالة اللي إذا كان في جد وأب، يبقى الأب والجد لا يرث. ممكن إن الجد يرث من الإيه، من الوصية. الجد يرث كام يا حبيبي؟ الجد يرث، أيوه، إما السدس مع وجود الإبن، سدس فرضا والباقي بالتعصيب في وجود البنت، يرث الباقي إذا كان معاه حد من أصحاب الفروض، لو لوحده يرث التركة كاملة، مع الأب لا يرث شيئا. يعني لو قلت توفيت امرأة وتركت جدا وابنا، فالجد ياخد كام يا حبيبي؟ السدس. ما مغمض أقول السدس. لوجود الفرع مع التعليل هقول له ايه؟ لوجود فرع لوجود الايه، الفرع الوارث الذكر، او لوجود ولا احتمال لوجود الابن، والاثنين صح. طيب لو انا نفس المسألة كده وكتبت جدا وابنة او بنتا، يلا يبقى السدس والباقي. يبقى اقول برافو برافو حبيبي، اقول السدس فرضا، اقولها كده، السدس فرضا والباقي تعصيب. باقي بالتعصيب. والوجود مين بقى؟ ها، وجود وجود البنت. البنت، البنت، اي وجود الابن او وجود الايه، وجود البنت. طيب لو قلت هنا جدا وزوجا، يلا يا سيدي، يعني جزء الست، الزوج ياخذ الزوجة، الست ماتت ومعاها زوجها، ثواني بس عشان المسألة، تعصيبا. الست ماتت والله يرحمها ويحسن إليها، جدها موجود وزوجها المسكين، الزوج أول واحد هياخد، ياخد كام؟ ياخد النصف. ممتازين تعصيبا حبايبي، ياخد الزوج الزوج الأول ياخد النصف، تمام. طب لو اخد نصف ليه؟ ها، لعدم عدم وجود الفرع، لعدم الفرع الايه، الوارث حبايبي. والجد ياخد كام؟ ياخد الايه، ياخد الباقي بالايه، الباقي حبايبي. انتم كده حبايبي. طيب لو انا هزود كمان معلومه كمان في الايه، في نفس المساله ديت، ركز معايا اوعى تهمني، جدا وزوجا وبنتا كمان، لو حطينا كمان بنت هنا ونشوفها بقى البنت، الزوج النص، الزوج ماشي، قصدي اول واحد ياخد الزوج، الزوج ياخد الربع. ممتاز، الربع ممتاز ممتاز، وجود الفرع الوارث، ممتازين فرع الوارث، وانت ممتازين. والجد ياخد كام؟ ها، ممتازات ممتازات، عشان في بنت هنا، اقول سدس فرضا والباقي بالتعصيب. يا سلام يا سلام، مية مية، كانتوا كده فاهمين. طب لوجود طبعا الايه، لوجود البنت، التعليل هنا لوجود الايه، لوجود. طيب يا سلام لو قلت هنا ابن بقى، لما سيبت البنت ديت وهنا الايه، الابن، وراح ركز معايا عشان همسح، السدس ده ركز معايا عشان انا همسح هنا حبايبي، جد وزوج وابن، مين اول واحد بيورث في الثلاثه دول؟ اول الزوج هياخد كام؟ الربع، عشان ايه؟ ها، عشان وجود الفرع الوارث الذكر، وجود الفرع. يا سلام يا سلام يا سلام، الوارث الذكر حبايبي. طيب والجد في ابن هنا اهو، يا جد خد كام؟ ها، ياخد السدس ولا سدس فرضا وباقي بالتعصيب؟ سدس بس، ممتازين، عشان لوجود مين يا حبايبي؟ ها، الابن ذكر، عسل عسل عسل، مية. انتوا كده حبايبي 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 حبايبي، ممتاز. الابن ياخد الباقي صح؟ ها؟ الابن ياخذ الباقي؟ إيه، ماليش دعوة بالابن دلوقتي، اصبر على رزقك، الابن سنشرحه كده على طول، اصبر على رزقك. ماشي. ركز في اللي احنا قلناه، الجد، احنا عند الجد والاب والزوج، بس، ما بعد كده انا هشرحه. اشرح، ما تخافش، مش هسيبك، انا فاهمك. جد وزوج وابن، وصلت المعلومة كده؟ وصلت المعلومة. طيب لو قلنا يا سيدي، لو قلنا جد وام، يلا ها، جد وايه؟ جد وام.
ياخذ كام؟ ايوه كده تمام ممتازات. يبقى يرث الباقي بعد نصيب الام. الباقي بعد نصيب الام. لما تقول لنا الام تاخذ كام وخلاص؟ لا بعد في وقتها ولا وقتها. اقول لك يرث الباقي نصيب الام، يعني الام شوف هتاخد كام وبعدين نشوف الجد هيقول لي يرث الايه، يرث الباقي. هو قبل الجد؟ لا لو هو جد بس يا حبايب قلبي، لو هو جد بس ياخد الباقي كامل. لا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، التركه كامله بالتعصيب لكونه اقرب وارث ذكر، هو اقرب واحد، هو اقرب واحد لحفيدته اللي ماتت الله يرحمها ويحسن. طب ليش بالتعصيب؟ نعم ما هو مفيش غيره، ما هو الواحد اهو، ما هو الواحد، وما التعصيب دي يعني اقرب وارث ذكر للامام. شوف التعصيب اقرب واحد للميت. استاذ يمكن هو مش عارف التعصيب يعني بالذكر تحضر الانثيين. لا لا دي دي ما اقولها مع الابن والبنت يا ولد، مع الابن ماشي. انت اقول الجمله انت قلتها ديت، لكن الجد هنا فيش غيره اهو، وهو اقرب واحد لحفيدته اللي ماتت وفيت وتركت جدا ماشي. جدها صح كده، جدها اللي عايش ايوه يعني حفيدته صح كده، يبقى الجد التركه كامله يرث اهو، يرث التركه كامله، يرث ايوه كامله بالتعصيب لكونه اقرب وارث ذكر. نعم مرني هناخد المسألة الحمارية أو المسألة العمرية ولا إحنا مش كل حاجة هتاخدها يا حبيبي بس في وقتها. تمام كل حاجة هتاخدها، محدش يستعجل في المواريث عشان هما دروس مرتبطة، دروس مرتبطة ورا بعضها. هفهمنا كده الزوج، في حاجة أنا كده شرحت الزوج والأب والجد، في حاجة في التلاتة دول مش مفهومة؟ عندي سؤال. لا اتفضل اسمك؟ إيه ده سما؟ أنا يا سما، اتفضلي يا سما. إذا الجد والأم موجودين نعم يكون هي الأم أولى بالورث من الجد؟ أم يعني الأم هناخدها مع الأم، هناخدها مع الورثة الإناث، إحنا في درس الورثة الذكور. الأم هتاخد بالأول كده لأنها من أصحاب الفروض، لها نصيب محدد فهي اللي بتاخد لوحده. وأنا ضربت مثال في الحصة السابقة وهقوله تاني يا سارة يا سما، لو أنا جيت قلت كل القاعدين دول لهم معايا 1000 ريال، يعني في 1000 ريال معايا هفرقه على ال 200 واحد اللي حاضرين معانا النهارده، بس سما ليها فيها 200، يعني ليها سما ديت ليها 200 في ال 1000 ريال، مين اول واحد هياخد يا ترى؟ مثلا جداد ولا خليل ولا العوايد ولا نور ولا ساره ولا سما، مين اول واحد هياخد؟ سما. ايوه سما، هي لها مبلغ محدد، هي لها مبلغ محدد. التانيين بقى ال 800 التانيين هتقسمهم بالتساوي على المجموعه الحاضره دي كلها. فهو ده الايه، ده معناه الورث بالفرض والتعصيب. الفرض يعني له مبلغ مقدار محدد هيورثه. سما ديت ليها في الألف ريال 200 ريال، يبقى هي يا سما خدي 200 ريال ومع السلامه ورينا عرض كتافك امشي، والباقي المبلغ ال 800 هيتوزع على الباقي. فهو ده اللي بيحصل في الميراث، في واحد له نصيب محدد في الميراث بياخده مع السلامه. الام بس هنقوله ان شاء الله بعد كده. الاب الزوج قلنا بياخد يا اما نصف يا اما ربع، ياخد بقى يا اما نصف يا اما ربع مع السلامه، ونشوف بقى ايه الورثه التانيين وهكذا. ده اسمه الورثه بالفرض وبالايه حبيبي وبالتعصيب. واضح واضح كده، فهمتيها كده؟ ايوه فهمتها. فهمتيها كده تمام. ننتقل بقى حبايبنا. تفضل يا استاذ. تفضل استاذ لو سمحت. تفضلي استاذ، ممكن خريطة ورقة المفاهيم بغيت اصورها؟ انا هبعت لكم على الجروب. حاضر بعد الحصة دي هبعت لكم على الجروب وابعت لكم انتوا عايزينه من يا استاذ. اتفضل. بس يعني مش بالتعصيب؟ التعصيب يعني كونه اقرب واحد ذكر للمتوفى بعد ما ياخد اصحاب الفروض حقهم. التعصيب جامع عصبة، شرحناه الحصة اللي فاتت. عصبة يعني من يعصبون بالمتوفى. بس اول درس كان في الحصه اللي فاتت. اول أيوة درس كان في الحصه اللي فاتت. ايوه شفتها في الحصه اللي فاتت. ايوه اقاربه زين ياسر. انت مسجله الحصه الاولى؟ مسجله وهبعت لكم حاضر التسجيل على بعد المحاضره. حاضر من عينيا هقولها تاني. حاضرين هقولها تاني. هقولها تاني الورثه صح؟ هقولها تاني. هقولها تاني. التعصيب يعني التعصيب. هقولها حاضر بس حاضر. هقول التعصيب يعني ايه تاني؟ تعصيب يعني أقارب المتوفى
قرايبه من عصبة، قرايبه يعني قرايبه يعني مثلا اخواته، اولاده، احفاده، ابوه، جده، دول اسمهم الورثة بالتعصيب. خلاص كده، اقرب ناس فيهم الابناء، أستاذهم الذكور بس صحيح؟ اقرب واحد ذكر، ايوه ذكر، الابناء وابناء الابناء، بعدين الاب، ومش موجود بشوف الجد، ولو مش موجود يبقى الاخ الشقيق، ولو مش موجود يبقى الاخ الاب، ولو مش موجود يبقى ابن الاخ الشقيق، ولو مش موجود يبقى ابن الاخ الاب، ما مش موجود بدور على العم، ولو مش موجود بدور على ابن العم، هما دول الورثة بالتعصيب. واضح كده؟ هما واضح واضح. ايوه واضح. أقارب المتوفى الذكور اللي هما دول بيرسموا بالتعصيب. هو يعني بياخدوا أكتر واحد؟ لا، المثال اللي أنا قلته من شوية، مش هقول سنة، لا، هو مثلا عبد العزيز البرعمي له 200 ريال، وأنتوا كلكم، هو المبلغ اللي معايا 1000 ريال، هتقسم عليكم كلكم مثلا، بس عبد العزيز البرعمي له فيها 200 ريال، صح كده؟ يبقى هندي عبد العزيز ال 200، وانتم بقى اللي هتغرسوا بالتعصيب هتاخدوا الباقي، صح كده؟ واضح سيدي. ماشي، يبقى ممكن كده الباقي يبقى رسم بالتعصيب، الذين يرثون بالتعصيب يرثون الباقي بعد نصيب اصحاب الفروض، دي حاجه. الحاجه التانيه، لو هما 200 ريال بس اللي معايا، عبد العزيز هياخدها وحضراتكم مش تاخدوا حاجه صحيح سيدي، كده، تمام، يبقى ممكن ما يرثوش خالص، يبقى الورثة بالتعصيب دول ممكن ما ياخدوش خالص، صح كده؟ صحيح. تمام، يعني مثلا واحد مات وعنده ابن وعم، الابن هياخد والعم مش هياخد، يبقى مش شرط اي حد في التعصيب يرث بالتعصيب، في شروط. يبقى احنا قلنا هنا ولا عبد العزيز له 200 وحضراتكم منكم الباقي، خلاص ال 200 كلهم وانتوا خدتوا من الباقي، انت ده ورث وده ورث، ممتازين. لكن لو المبلغ كله 200 ريال، زين يا المبلغ كله، صبر بس يا عبد العزيز، لو المبلغ كله 200 ريال حضراتكم مش هتاخده. طيب لو ما فيش عبد العزيز ملوش 200 ريال فيكم، كلكم هتاخدوا من التساوي، او كلكم هتاخدوا لو عبد العزيز مش موجود. خلاص كده يا شباب، كده ده اسم الورثه بالتعصيب. يعني ايه الورثه بالتعصيب؟ يعني ممكن ياخدهم بعد اصحاب الفروض، بعد اصحاب الايه؟ الفروض. يعني توفيت وتركت زوجا اهو وابا، اصحاب الفروض مين في المساله ديت؟ الزوج هياخد كام؟ الزوج هياخد النصف، والاب هياخد كام؟ هياخد الباقي بالتعصيب، صح كده؟ صح كده؟ كده كده خلاص، استاذ. تمام. واذا عندهم استاذ، واذا عندهم اولاد؟ الاولاد هشرحها يا عبد العزيز، ما تتوهش نفسك دلوقتي، هخش على الاولاد، انا قلت كل حاجه في وقتها، انا هشرح بعد الجد، استاذ هنخش على الابناء. المهم فهمتوا كده التعصيب يعني ايه؟ تعصيب، ايوه ايوه، يعني أي التعصيب ده هم القرايب، بياخدوا امتى؟ بعد ما اصحاب الفروض بياخدوا، ما فيش اصحاب الفروض مش موجودين، هم بياخدوا من التركه كلها، وممكن ما ياخدوش حاجه لو خلصت الفلوس. زي ما قلت عبد العزيز البرعام له 200، هل معيش غير 200 خدوا مع عبد العزيز وهما مش هياخدوا حاجه، خلص كده. واضح كده يا حبايبنا؟ كده واضح كده، مفيش فيها اي كده خالص. كده في صوره جديده ظهرت قدامكم دلوقتي، ايوه واضح ظهر. ماشي، في حاجه ظهرت قدامكم، ايوه اللي ايوه واضح، الحاج ده مات، حاجه كده زرقاء مدريس، مات الله يرحمه، الله يرحمه. الله يرحمه. في واحد بقى حبايبنا، في واحد بقى المات دهوت عنده ابن بس، لو واحد مات وعنده مين اللي هياخد التركة؟ ابن ياخد كاملة، ابن يعرف الأصل الإرث، هياخد التركة كاملة، ده بنسميه بقى التعصيب يا حبيبي، هو ده التعصيب. خلاص كده؟ طيب لو ابنين، التعصيب استاذي بس بتقسمون، ها؟ يقتسمون العصر، يتقاسمون، ممتاز، يتقاسمان، لو ترك ابنان يتقاسمان، اشتغل بالمثنى اهو، لو عنده ابنان يتقاسمان، مثنى، التركة بالتساوي، صح كده؟ طيب لو عنده صحيح سيد. ثلاثة أبناء، خط جميل، يتقاسمون، يتقاسمان، دي بقى اسمها يتقاسمون، صح كده؟ ممتاز، عسل عسل.
طيب لو عنده بقى ابن وبنت اهو، ابن زائد بنت. ها عسل، عسل. في الحاله دي اولاد بقى هم يرثان التركه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. يا اسطى ما فهمتها والله، ما فهمتهاش يا ابو عزيز. حاضر. استاذ، يكون للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان الابن والبنت في نفس الدرجه فقط، صح؟ هم كيف نفس الدرجه؟ هم اتنين اخوات هم. يا ابو عزيز ركز معايا يا ابو عزيز، يعني انا يا عبد العزيز عمك طلعت يا عبد العزيز، لو مات وعنده ابن، الابن ده ياخد التركه كلها. لو عنده ولدين صبيان هم الاثنين يتقاسمون التركه بالتساوي. عنده ابناء يتقاسمون التركه اثلاثا. لو انا عندي ابن وبنت يا عبد العزيز هما الاثنين بيتقال كده يا عبد العزيز يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، ده هياخد ضعف البنت يا عبد العزيز. فهمتها كده يا عبد العزيز؟ استاذ يعني مثلا اذا مثلا المتوفي معه 2000، الابن كم يشيل والبنت كم تشيل؟ لو هنقول مثلا خليهم ثلاثه عشان نعرف نقسم كويس. اوكي ثلاثه. الابن هياخد 2000 والبنت 1000. يعني الابن ياخذ ضعف الحرمه. ايوه هي كده بقى، مش هي اسمها للذكر مثل حظ الانثيين، يعني ضعف البنت. اوكي استاذ. واذا مثلا، واذا مثلا 2 ابناء واثنين بنات، تمام برضه تتقال كده للذكر مثل حظ الانثيين. اذا معاه مثلا 4000 واثنين ابناء واثنين انت احسب بنات. بعدين بقى عايز هات ورقه وكده واحسب كده بعدين. بتتحسب ازاي يا عبد العزيز؟ انا هقولها لكم. الواد مثلا زي ما قلت، مثلا عبد العزيز اهو ابنه زائد 3 بنات، هي بتتحسب ازاي يا عبد العزيز؟ انا هحسبها لكم بس ايه مش مكرره عليكم كده، يعني بتتقال في الدنيا كده. الابن كده، الابن بنسويه 2، يعني بنحسبه بنات بنفكه ب2، 2 زائد 3 كلهم 5 بنات، كلهم 5 بنقسم، والابن ياخد سهمين وكل بنت تاخد سهم. ماشي، بس ما تتوهش نفسك بقى، انت اول ما تشوف ابن وبنت تقول للذكر مثل حظ الانثيين وتريح نفسك يا عبد العزيز عشان ما تتوهش. احنا بنحل التربيه الاسلاميه، اما الموضوع ده المحامين بقى هم بيقسموها بعدين. ماشي يا شباب، يبقى نقول تاني، لو واحد مات وساب عنده ابن واحد، الابن ياخد التركه كلها. لو اخينا ده مات وعنده هنا ترك ابنين يتقاسمان التركة بالتساوي، صح كده؟ عشان هما 2 زي بعضهم. صحيح. لو معاهم هنا 2 ومعاهم كمان بنت، هقول كده، هقول يرثون التركة كاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يتقال كده. خلاص يا أبو عزيز؟ أوكي. خلاص يا شباب، فهمناها كده؟ أوه. هننتقل لجزئية تانية، برضو في الأبناء، دول كلهم اسمهم أبناء يا حبايبي. طيب، أيوة، واحد مات بقى وعنده ابن وعنده حفيد، الحفيد ده اللي هو اسمه ابن، مش هتلاقي مسألة اسمها حفيد في الامتحان، ابن، هما الاتنين موجودين أهو. شايف أنا كاتب ده بالترتيب ليه؟ عشان أقول لك إن الأبناء دول هما أقرب واحد للراجل اللي مات، يليهم ابن الابن. واضح كده؟ واضح يا حبايبي. يبقى الابن ده مين هيورث؟ يا ترى الابن ولا ابن الابن؟ الابن. ابن الابن هو الذي يرث، صح كده؟ وابن الابن، وابن الابن لا يرث، صح كده؟ استاذ عندي سؤال. ابن الابن لا يرث. مين اسمك ايه؟ أميرة. لو ابن الابن من أخ تاني، يعني ابن الابن بيكون مش ابن، مش اسم، مش ابن الابن ده، يعني ابن الابن من أي، يبقى الابن عمه. فهمت؟ ايوه فهمتك. يعني مثلا ابوه ميت مثلا، وابن وابن وده عمه، ده عمه مش ابوه. ما يرثش برضه؟ تقول ايه؟ هي يرث ولا ما يرثش؟ ممتازه، سؤال جميل جدا. اسمك اميره، منين يا اميره؟ من مصر. ايوه، قاعده فين في يا اميره؟ في سمريت، في ظفار. اهلا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا، فين في سمريت يا امير؟ في سمريت نفسها. علم ولا ادب يا امير؟ علمي. ماشي يا امير. امير سالت سؤال جدا حلو جدا في معلومات، عايزه تسري معلوماتها. بتقول يا استاذ، واحد مات وعنده ابن وابن ابن،
مين اللي هيورث؟ الابن، وابن الابن لا يرث. هذه خلاص انتهينا من الموضوع ده. لكن سألتني يا أستاذ، يعني على فرض إن ده مش هيورث، ده خالص مش هياخد أي حاجة، يعني على فرض مثلا إن أبوه ميت مثلا ودول أعمامه اللي هيورثوا، هو مش هياخد حاجة؟ مش هياخد حاجة. ليه؟ لأن واحد مات في ابن، يعني فيه ابن وعنده ابن ابن، والابن ده هو أقرب من الميت من ابن الإيه؟ من ابن الابن، ولكن هياخد من الورثة، من الوصية. ها؟ هنديله من من الوصية التلت، لأن ده فرع غير اللي هما الذين لا يرثون. واضح كده يا شباب؟ إذا لم يكن يعني هو ما بياخدش حق بابا؟ هو مش هياخد من الورث، لكن ممكن الله يرحمه اللي مات ده جده ممكن يسيب له جزء من الوصية. وساعات إذا ما موجود له في الوصية ما ياخد أبدا أي شيء؟ ما ياخدش أي حاجة، لأن في ابن موجود قبله، الابن اللي قبله هو سيدي. بس استاذ انا بعرف انه مثلا لو في شخص مثلا توفى وعنده عده ابناء استاذ، واحد الابناء مثلا مات والابن اللي مات ذا عنده اطفال مثلا، اي ما هو نفس السؤال بتاع زميلكم، هو لا يرث طبعا، لا يرث لوجود ناس اقارب. احنا بنورث، احنا قلنا في هنا شروط وفي هنا ضوابط. الضوابط الاقارب يرثون، الاقارب زي ما قلت مثلا في اب وفي جد، الاب وجد يتم موجودين، الجد لا يرث. ليه؟ عشان وجود الاب. نفس القاعده، نفس هي هنحط هنا الاب هنا اهو تمام كده، وهنا الجد، هي نفس القاعده اهو. مين هيورث اولاد؟ الاب ولا الجد؟ الاب. ليه الاب؟ ليه الاب؟ ليه والجد ما يورث؟ ليه؟ ليه هو الاقرب؟ الاقرب الاقرب صح، بس هي كده. ابن وابن ابن، ها مين اللي يورث في دول؟ ها الابن. الابن ممتازين. امتى الجد يرث؟ امتى الجد يرث؟ ها لو ده مش ايه، ها لما ما يكونش فيه اب. وامتى الحفيد يارس؟ ممتازين. امتى ده يارس؟ ابن الابن يارس. حبايبي بس هي كده، هو ده الشرع بتاع ربنا، وهو دي حكمة ربنا اللي شرعها. قال لك يا سيدي هنا ابن الابن هيارس لما يكون ما فيش هنا ابن هنا خالص. طيب لو هنا بقى ابن، شوف هنا ابن ابن ابن، هنا حفيد اهو صح كده، حفيد حفيد اهو. واضح كده يا ولاد؟ لا يورث. ايوه مين اللي هيورث دول؟ ايوه شوف بقى، ايوه ده اللي هيورث، الحاج ده مش هيورث صح معايا يا اميره؟ لان ابن الابن هو الاقرب. اقرب الاقرب يا حبايبي، هو ده ربنا، ودي حكمه ربنا سبحانه وايه سبحانه. اسمع سؤال. نعم. لو كان عندنا بنت وابن ابن وابن ابن وابن ابن، نقول تاني ثانية واحدة عشان لازم نكتب الموضوع ده. واحد مات صح كده، وعنده ابن ذكر، ومين كمان وعنده ايه كمان؟ ها ابن وابن وعنده بنت، ممتازين. ها ومين كمان؟ وهنا عند ابن ابن وعنده ابن ابن. ها يلا عسل اهو، ما دام الحاج ده موجود، ما دام ده الابن والبنت، ما دام ده موجود يلغي كل ده، ما دام ده موجود هيلغي كل ده. يبقى الابن والبنت يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. واضح كده؟ طب توفي وترك ابنا وابن وبنت، يبقى اقول يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. واضح ولا مو واضح؟ عندي سؤال. لا الاول الكلام دي واضح ولا مو واضح؟ واضح واضح. 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 سؤالك اسمك ايه؟ انا رغد. يا ازيك يا رغد؟ اهلا يا استاذ، عاش من شافك، اتفضلي يا رغد. لو كان ابن ابن وبنت، يا سلام. صابر يا جميل، صابر نكتب لك المساله. صابر يا رغد، صابر يا ست الكل، انت صبر صبر. رغد دي طالبه ممتازه جدا. لو قلت لي واحد مات وترك مين يا رغد؟ ابن ابن وبنت. ايوه اكتب اول واحد البنت، هي اللي اقرب واحده صح كده، وهنا ابن ابن صح كده، هنا ابن الابن. هناخدها في الورثه من الاناث، من الاناث، ورثه من الاناث. الدرس القادم هنشرحها كمان شويه، ما نخش على ورثه من الاناث. حد له سؤال تاني؟ ايوه انا عندي استاذ. قولي سؤال اتفضل. يا استاذ عندي مثال استاذي، بس خلي زميلك يقول الاول بس. اتفضل يا استاذ. اتفضل استاذ يا طيب تهدي شوي يا استاذ. ها إذا في واحد توفى وما عنده أولاد، أيوة، وهذا الرجل عنده اثنين أخوان بس، أيوة، ما عندوش أولاد وما عندوش، أيوة، عنده أب ولا جد، أيوة كلهم متوفين،
ما عنده الا اثنين اخوان. الاخوان هيورثوا، الاخوان هيورثوا بعد شويه هشرح لكم. السبب وعنده خمس اخوات. بعد شويه هشرح لك يا عبد العزيز الاخوات، قلت في وقتها يا عبد العزيز. السبب اوكي، واذا مو اثنين اخوان يا عبد العزيز اهدى يا عبد العزيز، يا عبد العزيز هدي يا عبد العزيز، ما لما اجي اشرح مع الاخوان نتكلم مع عبد العزيز. اوكي. عنده اي سؤال تاني في الابناء؟ ايوه استاذي. قول يا حبيب. استاذي الحين لو تكتب معي بس الميت ذا عنده ابن، تمام؟ ابن زائد ابن ثاني. ابن ابن اب يعني ابنين بقى، قول ابنين. ها؟ أيوة. لا بس استاذي، لا بس واحد من الابنين توفى واللي متوفي عنده مثلا أولاد. ما احنا قلناها يا حبيب، ما هي احنا قلناها قبل كده، واحد عنده ابن وعنده ابن بسمات، الابن اللي مات ده عنده ابن، ابن اهو صح كده؟ بس استاذ ما هو هيورث علشان في واحد قبله اهو، دي اللي هيورث. لكن استاذي هيورث الوصيه لكن... على شرح الصدق، على شرح استاذ اللي عندنا في المدرسه قال غير هيك كمان. ماليش دعوه باي حد شرح غير كده، ماليش دعوه باي حد شرح غير كده. في ابن وفي ابن ابن. ما ياخذ نصيب ابوه؟ هو بياخذ نصيب ابوه. ايوه ما ابوه مات يا ابني انت، وهو اسحب. اه يا اسحب، مش عارف نصيب ابوه، اسحب. هو لو ابوه ميت من اول، لكن ابوه هو مات. ما يا ابني مات خلاص يا حبيبي، مش عايز ياخذ نصيب ابوه، افهم الكلام، ما تواهنيش نفسك. انا ساعه اطفل كده يا استاذ. يا احنا ماليش دعوه بحد، انا هنا موجود، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها انت تسمع كلامي انا. ما هو السؤال كده. بص يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، انا هنا اللي بشرح الكلمه اللي انا، المعلومه اللي انا اقولها تسمعها وما تجدلنيش فيها، خلاص؟ واحد تاني بيشرحها في المدرسه، انا ماليش دخل اللي بيشرحها في المدرسه. بس انا عندي سؤال، بس عشان بس نبقى فاهمين ويبقى ماشيين على بينه. المساله اسمها واحد مات وترك ابن، وهي اسمها كده ابن وابن ابن، مين اللي مات ومين اللي هيورث؟ هي تتقال كده. مفيش بقى واحد مات وعنده ابن تاني مات مش عارف احنا احنا بنقول كلام واضح، كلام واضح، قاعده واضحه نمشي عليه. اللي جاي في الامتحان واحد مات وترك ابن وابن ابن، ما قالكش بقى ابوه مات قبل ما يعيش ومش عارفه ايه ولهذا. مساله اسمها واضحه، واحد مات عنده ابن وابن ابن، مين اللي هيورث في القاعده ديت؟ الابن. بس كده، ده مش هيورث، خلص الكلام. طيب استاذ انا عندي سؤال، هو يعني هو نادر الحدوث في حاله الحوادث يا بابا. يا استاذ خلينا في الدرس ارجوك، احنا في مراجعه امتحانات، الاسئله ممكن تقال في المدرسه عشان ما تبقاش الحاضرين. خلص الموضوع كده. واحد مات وعنده ثلاثة أبناء ذكور زائد بنت، زائد بنت، تتحل ازاي؟ الذكر مثل حظ الأنثى. تتقال كده، للذكر مثل حظ الأنثى. واضح كده يا شباب؟ خلصنا من الموضوع كده؟ كلام واضح والاسئله فيها واضحه، انت عايز تتوه نفسك وتجيب تفتعل حاجات من دماغك، الكلام واضح. احنا الورثه بنقول للاقرب، بنقول للاقرب، يعني اهو واحد مات اهو وعنده ابن، ابن ابن، ماليش دعوه بقى ابوه مات ولا ابوه مش عارف كان فقير وعمل حادثه، كان ده مش فيش في امتحانات، احنا بنقول الكلام واضح. وهنا ابن 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 اهو، خليها 50 ابن هنا اهو، مين اللي هيورث؟ ابن ابن ابن، هو ده اللي هيورث، ده مش هيورث، بس هي قاعده كده، هي خلص الموضوع عشان ما تتوهش نفسك، خلاص كده. طيب خد سؤال تاني برضو عشان تفهم. واحد مات اهوت وترك ابن ابن زائد بنت ابن، اهي شوف ابن ابن وبنت ابن، مش الاثنين دول اخوات ولا مش اخوات؟ اخوات. الذكر بتتحل ازاي؟ هي تتقال كده بس، خلص الموضوع. ممنوع تقول لي ابوها فين وابوها مش عارف كان ايه وابوها كان مسكين ومات والله يرحمها، امها كانت عيانه وحامل وجالها تسمم، ما هذه الحوارات مش في تربيه اسلاميه ومش في امتحانات، مش في مرات امتحانات، وما تتوهش نفسك، ما تصعبش العمليه عليك، وعشان في الاخر تقول لي المواريث صعبه. يعني استاذنا بترد نفسكم، البيئة الإسلامية سهلة والمواريث ما فيش أسهل منها وما فيش أوضح منها،
استاذ البنت هنا لا تخلص ما خلص الموضوع على كده، ابن وابن، ابن ابن وبنت ابن، يعني اتنين اخوات، مفيش مفيش جيل قبلهم اهو. يعني هنا ما قلتش، ما قلتش هنا، عارف لو قلت هنا ابن، لو قلت هنا ابن خلاص الشركه كلها ودول كلهم مش هياخد. بس خلص الموضوع اهو، التربيه السلميه واضحه والموريس واضحه، في حاجه كده مشكله وعمال ارسم لكم واوضح لكم عشان تفهم موقع الجيل الوارث من الاخ اللي الله يرحمه ده. فهمنا كده يا شباب؟ في واحده اسمها الشيخه بتقول لك عيد الابناء. ايوه من عينيا، من عينيا يا شيخه، شيخ من عينيا حاضر. الابناء هو التاني، ركز معايا ارجوكم، مفيش اسئله جانبيه علشان اللي عايز، ناس عايزه تفهم وناس عايزه، وناس عايزه تستفيد. ده يا شيخه واحد مات اهو الله يرحمه، ودفناه في مسجد الزاويه هنا في صلاله، واللي مات ده عنده ابن واحد بس. يلا يا شيخ مسلم، كل ابن ده ياخد، ياخد ايه؟ الابن؟ اه اذا بس الابن موجود ياخذ كله. ما هو موجود اهو الابن بس، انا ما قلتش حاجه غير، ما قلتش لا زوج ولا عم ولا قلت اي شيء. ياخذ كله، ياخذ التركه كلها. طب لو قلت يا سيدي ابنين، لو قلت اثنين، واحد مات اهوت وساب ابنين، واحد مات وعنده ابنين، معايا يا شيخه؟ اهو ابنين، اثنين ينقسم، ترك ابنين، ابنين، ها ابنين، يعني التركه هنقسمهم عليهم بالنص الاثنين. ايوه، واحد مات وعنده 10000 ريال، كل واحد 5000، صح؟ صح صح. طيب ماشي، لو معاهم بنت بقى، ابنين ومعاهم بنت اهو، ابنين للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى للذكر مثل حظ الايه؟ للذكر حظ الايه؟ للحظ الانثي. طيب بلاش بنتين، لو هو مات وعنده 3 ابناء ذكور، يتقاسمون التركه، تنقسم الى 3. تمام، خش بقى لو في بقى، خش بقى. تمام، هنخش بقى على الايه؟ على الجيل اللي بعده. هنا اهو ابن اهو، وفي معاه ابن ابن، ابن ابن ما ياخدش فيه. ابن مين يا اولاد؟ ما حدش يقول لي بقى ابوه فين ولا عمه ولا، لا ابن ابن اهو، صح؟ الابن ياخذ التركه كلها، اللي فوق ده هو اللي اقرب، يرث التركه كلها. تمام، لو واحد مات وده مش موجود، ابن ابن بس، ها؟ يرث التركه كلها كاملة، يرث التركه كلها. عسل يا شيخ، عسل، ايوه هو ده الشغل. طب ابن ابن ومعاه ابن بنت، ومعاه، اسف، معاه بنت ابن، صبر بس، معاه، معاه بنت ابن، بنت ابن، معناها هما اتنين كده اخوات، يبقى اسمها عصب ومعنى غير للذكر للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. طيب لو هنا ابن وهنا، وهنا بنت، ها؟ الابن يغطي الابن والبنت، يا رسالة تعصب حظ الانثيين، ولا شيء الابن ولا شيء البنت الابن. خلاص كده يا اولاد؟ خلاص أيوة. بيبي، طيب أيوة. طيب أيوة. المسألة دي بقى نشوف ايه هياخد ايه. صبر 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 صبر، لو قلت هنا ابن وهنا اب، يلا الاب ياخد كام والابن ياخد كام؟ الاب راح ياخد السدس، والابن راح ياخد الباقي تعصيبا. ممتاز، الاب عشان في وجود بنت يبقى الاب هنا، الاب في وجود ابن يبقى الاب هنا هياخد السدس فرضا، والابن هياخد الباقي بالتعصيب. طيب لو انا قلت هنا ابن والراجل هنا مات وسايب بنت، يبقى الاب ياخد، الاب راح ياخد السدس زائد الباقي تعصيبا، والبنت راح تاخد نصيبها لما نيجي نشرح نصيب الايه؟ نصيب الاناث، صح كده يا حبايبي؟ طيب لو واحد مات بقى زي ما قال عبد العزيز، وملهوش لا ابن ولا اب، يعني ما فيش هنا ابن، ما اتجوزش مثلا، ما اتجوزش او اتجوز ما خلفش، ولا عنده ابن ولا عنده بنت، ويا والده ابوه مات وجده مات، بتنتقل الورثه لاقرب وارث ذكر، هم الاخوان، هم يا اولاد الاخوان او نصيب الاخوه. ماشي حبايبني؟ ماشي يا باشا؟ فيها مشكله كده؟ لا. طيب لا بقى، اللي هو الاخينا اللي ميت ده الله يرحمه، بنسميها الكلاله، والمصطلح ده يتفهم ويتعرف كويس عشان تعرف يعني ايه كلالة. الحصة اللي فاتت شرحنا معناه الحواشي، الحواشي اللي هم الاخوة والاعمام، اسم الحواشي لو انت فاكرين، فاكر يا مسلم؟ ايوه استاذ. فاكر يا خليل؟ عبد العزيز البرعامي مشي؟ ايوه واضح واضح استاذ. عبد العزيز البرعامي مشي؟
لا هسه موجود موجود موجود. احنا قلنا الحواشي يا عبد العزيز الحصه اللي فاتت المحاضره السابقه شرحنا الحواشي. الحواشي يعني الاخوه كلهم والاعمام وابنائهم دول بنسميها حواشي. ايوه طيب هسه يعني العمام والعمات وكذا يعني اه اسمهم الحواشي. اما الاصول الاصول في اصل وفي فرع وفي حواشي. الاصول اسمهم اصول. اصول الميت ده ده اسمه اصول. اصوله يعني اصله شكل عيلة اللي هو اب اللي هو الاب والجد وان على وان على صح كده اسمه اصله. ايوه اما دول تحت دول اسمهم فروع. اسمهم ايه اولادها؟ اسمهم فروع الميت يعني تفرعوا منه اللي هو اولاده اللي هي ابنه وبنته ابن ابن وان نزل مش اولاد وان نزل دي كلها اسمها ايه يا حبيبي؟ اسمها احفاده اسمها فروعه اسمها ايه اسمها فروعه. يبقى فرع الوارث اللي هم دول الاصل الوارث اللي هم دول دول اسمهم الحواشي. الحواشي اللي هم مين بقى الحواشي؟ اللي هم مين بقى؟ اللي هم الاخوه الاشقاء والاخوه الاب والاخوه الام وابنائهم والاعمام وابنائهم هذا الحواشي. لا يرثون الا عدم وجود الاصل الوارث والفرع الايه والفرع الوارث. ده كله مقدمه لسه ما شرحتش. في بقى حاجه اسمها الكلاله. الكلاله يعني ايه يا استاذ طلعت؟ والكلاله تفهم يعني ايه الكلاله؟ كلمه الكلاله معناها ان الاخ اللي نايم ده هوت الله يرحمه مات وما عندهوش لا فرع وارث ولا اصل وارث ده اسمه الكلاله. فهمناها يا حبايب الكلاله؟ الكلاله معناها ان في واحد مات في واحد مات وما عندهوش واحد مات هو الله يرحمه وما عندهوش لا ابناء ولا عنده ايه ولا عنده اباء. اول واحد بيورث في الاخوان هو الاخ الام. اول واحد بيرث من الاخوان هو الاخ الام ده اول واحد بيورث فيهم. ليه بقى؟ عشان ده من اصحاب من اصحاب الفروض. يعني ده بياخد له نصيب بياخده زي ما قلنا عبد العزيز من شويه له 200 ريال. قلنا من شويه ان عبد العزيز ده بياخد 200 ريال وانتم هتاخدوا باقي الألف. الاخ الام ده حبيبي له مبلغ مخصص بياخده وبيتكل على الله واللي بياخد بعده على طول هو الاخ الايه الشقيق. الاخ الام ده في وانت في دماغك بياخد يا اما السدس يا اما الثلث. واضح كده؟ يا اما ياخد السدس يعني استاذ نص نص. ما ايوه شوف بقى الكلام بنلغط نفسنا ازاي؟ احنا بنلغط نفسنا ازاي؟ انا بقول السدس يعني على سته والثلث يعني واحد على ثلاثه. مفيش حاجه اسمها نص نص وربع ربع وتمن تمن. مفيش حاجه يعني. شوف اولاد البنات 7 الاولاد 14 صح؟ بتقول ايه؟ مو على انت قصدك على ميراث صح؟ ايوه انت شكلك مش طالبه شكلك ولي امر. لا لا انا تعالى تاسع. انت في صف تاسع؟ ايه انت صف تاسع؟ اصلا طلعها طلعها خلوها موجوده خلينا تستفيد. هي شكلها ولي اوكي مع السلامه. خليها اوكي مع السلامه. خليها اوكي مع السلامه. السلامه. طيب يا حبيبي مع السلامة. الله يسلمك أستاذ. نعم. لو ما عليك أمر بس أذن أصلي والعصر أذن؟ قام. طيب هنعمل استراحة ونرجع الساعة 4 و10 واحنا واقفين عند الأخ الأم نطلع من الجروب. خليكم معانا. خليكم معانا إن شاء الله. شكرا أستاذ وتقبل الله مقدم. من ذنبك يا رب العالمين. سجل هذا بصراحة. حاضر ثانية واحدة. كاتب اسمه بالعربي. حاضر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين محمد؟ تقبل الله يا رب العالمين. أيوة مسلم. تقريبا ماشي بخرج يا بنتي. مش موجود اسم بالعربي خالص.
خلاص تفضل يا مسلم. أيوة قلت تقبل الله يا رب العالمين. منا منكم يا رب العالمين. عبد العزيز برعامين موجود؟ عبد العزيز كأنه يصلي. في واحد برضه راح يصلي قال انتظروني بس. منتظرينك حاضر، يجي براحته إن شاء الله. حاضر هنتظر خليل حاضر. هو الجد ينفع يكتب وصية لأبناء أبنائه؟ يكتب وصية للأقارب الذين لا يرثون أبناء أبنائه. أيضا أستاذ عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا بنتي. إذا جاء في الاختبار أنه الجد ترك في وصيته أنه مثلا حفيد من الأحفاد يرث التركة كاملة، من حق الورثة رد هذه التركة؟ لا يعني عادي ما حرام؟ احنا قلنا شروط الوصية المرة اللي فاتت ان هي لا تزيد في حدود الثلث، فان زادت عن حدود الثلث فمن حق الورثة ردها. يعني لا يأثمون صح؟ نعم لا يرد. لا يأثمون. مثلا واحد مثلا تبرع بأمواله كلها للجهات الخيرية ينفع؟ لا ما ينفعش. واحد مثلا والمتوفى يأثم؟ واحد مثلا مش موضوع يأثم بقى، احنا قلنا من حق الورثة ردها. اوكي رد الزيادة منها مش ردها كلها. من حق الورثة رد الزيادة. ايوه في التكون يعني يعطون الثلث ويردوا الزيادة في حدود الثلث بس. ايوه في حدود الثلث. أيوة. شرع ربنا سبحانه وتعالى. اما الزيادة فهو من حق الورثة يردوا هذه الزيادة. اوكي تمام شكرا. تمام احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الورثة الوصية واتكلمنا عن شروطها وغير كده. في حد طبعا احنا هذكركم احنا بقواعد الميراث، القواعد الميراث الأقرب، وهنشوف بعد شوية. خدنا مجموعة مصطلحات اللي هي الأصل الوارث والفرع الوارث والحواشي والكلالة. كلالة معناها إن واحد مات وما عندوش فرع وارث ولا عنده أصل وارث، تنتقل التركة إلى الحواشي. الحواشي اللي هم الإخوة، والإخوة ثلاثة أنواع: في إخوة لأم، أخ لأم. زي ما قلت في أول المحاضرة إن في ناس بتتلخبط بين الزوج والأب، في ناس مفكرين أخ الأم يعني أخو يعني خاله. لا، الأخ لأم أخو أم، الأخ لأم يعني أخو المتوفى من أمه. يعني أنا مثلا مت وعندي أخويا من أمي، يعني أنا اسمي مثلا طلعت وأمي اسمها سناء، هو برضو أمه اسمها سناء، اسمه أخويا من أمي. في أخ شقيق، أخ شقيق يعني من نفس الأب ومن نفس الأم. وفي أخ الأب بيبقى من أب بس. التلاتة بيرثون، لكن مين أول واحد بيرث فيهم؟ هو الأب والأم. ليه أول واحد يرث؟ لأنه من أصحاب الفروض. بياخد كام يا حبيبي؟ السدس في حال السدس او الكام او او السدس. السدس امتى ياخد السدس؟ امتى؟ اذا كان لحاله وما ايوه عند الانفراد. الانفراد يعني ما يكون لحاله زي ما قالت زميله. اسمك ايه؟ سما. اسمك سما. مرحبا يا سما. سما من مسقط يا سما ولا منين؟ اي مسقط. يا انا مثلا يا سما عمانية؟ لا مصرية. يا هلا وسهلا. علم ولا أدب يا سما؟ علمي. يا هلا وسهلا يا بنتي، ربنا يوفقك ويحفظك يا رب. آمين وياك. اتطلعت؟ نعم. بس عندي سؤال في الزوج أو الأب، يعني هي كل واحد هو ابن مش أيوه بنت الابن تأثر عليهم ولا لا؟ تأثر على مين؟ على الزوج او الاب مثلا. الزوج بدل ما ياخد النص هياخد هو الربع عشان في وجود بنت الابن. يعني بنت الابن تعتبر من الابناء صح؟ الفرع بنت الابن من الابناء. اي تمام. الابن مش ابن بنت، بنت الابن. يعني ايوه ماتت وتركت زوجا وبنت ابن، الزوج هياخد الربع وبنت الابن هتاخد نصيبها في المحاضره السابقه الجايه ان شاء الله.
ننتقل بقى الإخوة الأم عشان يورثوا، يبقى لعدم، يبقى كده يبقى أول حاجة لعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث. والأخ الأم، الأخ الأم البنت بتحجبه رخ، يعني إيه؟ يعني واحد مات وعنده بنت وأخ الأم، الأخ الأم لا يرث لوجود البنت. أما البنت ما بتحجبش الأخ شقيق ولا الأخ الأب ولا أبناء، هو بس الأخ الأم له حالة كده منفردة كده. يبقى الأخ الأم واحد لوحده بياخد السدس، ويرث الأخ الأم إمتى؟ عند عدم الفرع الوارث الذكر، أو أنثى، وعدم الفرع الوارث الأنثى. زي البنت صح؟ ها؟ الفرع الوارث أنثى زي البنت، وذكر، ذكر وبنت بيمنعوه. يمنعوا يعني إذا كان بنت ابن تعتبر فرع وارث، هي بنت ابن فرع وارث، هي بنت ابن فرع وارث أنثى، وبنت ابن ابن فرع وارث، وبنت ابن 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 الملا النهاية في ده اسمه فرع وارث. وقلت وإن نزل كده؟ أيوه. ماشي. البنات بقى بيخلوا الأخ الأم يورث حالة خالص زي الذكور كده، هو له حالة لوحده كده. يبقى هيورث الأخ الأم لما يكونش فيه فرع وارث ذكر، مفيش فرع وارث أنثى، مفيش أصل وارث اللي هو الأب، مفيش أصل وارث اللي هو الجد. ماشي؟ أستاذ عندي سؤال. اتفضل. إذا الأخ من الأم مش واحد بس يعني أخين، السدس بيقسم على الأخين يعني بيكون السدس على الاثنين؟ صبر حياتي، صبر صبر صبر. في الحالة اللي أعزم لكم دي بقى اسمها تعدد، فياخد السدس. امتى اخد الثلث؟ امتى بقى؟ عند التعدد، يعني عند اخين مثلا، او اخ الام واخت الام، 20 اخت الام و20 اخ الام، ده ياخد كل ياخد الثلث. ايوه اي، بس ده اسمها عند التعدد. اسمها عند ايه يا اولاد بقى؟ عند التعدد. يبقى اخ ام واحد بس ياخد الثلث، اخين لام ياخدوا هما الاثنين الثلث. لو هما 200 اخ الام هما كلهم الثلث، والذكر كالانثى. يعني الاخ الام ده الذكر كالايه؟ كالانثى. ما بتفرق اخ الام ولا اخت الام، ما بتفرقش. لا. يبقى سواء بقى مات وترك اخ الام ياخد الثلث، اخت الام تاخد الثلث، هما الاثنين زي بعض، الذكر زي الانثى. وملحوظه كمان، الذكر لا يعصب الانثى، يعني مفيش فيها اخ، مفيش فيها للذكر مثل حظ الانثيين. وملحوظه كمان، ابن الاخ الام لا يرث، ابن الاخ الام لا ايه؟ لا يرث. اما ابن الاخ الشقيق يرث، وابن الاخ الاب يرث، وابن العم يرث، اما ابن الاخ الام لا يرث. ماشي حبايبنا؟ أقول تاني الأخ الأم ده، أقول تاني الأخ الأم، الأخ الأم ده جزاه الله خير، حاجة كده يعني إيه، حاجة كده له خصائص حلوة جدا كده. إزاي؟ الأخ الأم له بيرث لما ما يكون اللي ميت ده ما عندوش ابن وما عندوش بنت، وما عندوش أب وما عندوش جد. تنتقل التركة للأخ الأم، أول واحد ياخد الأخ الأم، ياخد كام؟ يا إما السدس يا إما الثلث. إمتى ياخد السدس؟ لما يكون لوحده، يعني واحد بس، سواء واحد أو ذكر أو أنثى. أما إذا كان تعدد هياخده من الثلث التلت. طب ممكن يا أستاذ تدينا مسألة؟ هديك مسألة حاضر، وأديك فيها الجدول اللي إحنا ماشيين إيه؟ اللي إحنا ماشيين عليه. الوارث، الورثة، النصيب، التعليم. ناخد مثال، توفيت وتركت أخا لأم، الأخ الأم بس ياخد كام؟ ياخد التركة كاملة. يا واد التركة كاملة في عينك يا واد، اتلم يا واد، يا واد اضرب يا واد. ايوه قلت لك، يا اما سدس يا اما ثلث بالفاء. احنا مصريين بنعرفش نقول ساء شويه. ركز معايا ما تزعلش مني.
لا 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 انا بقول لك يا اما كده يا اما سدس يا اما ثلث. ثلث نعم. توفيت وتركت اخا لامه، يبقى الاخ الام ده ياخد كام يا حبيبي؟ سدس. السدس. ايوه شو بقى التعليل بقى؟ انفراد وجود عدم عدم وجود فرع الوارث او الانفراد. يا سلام يا سلام. والانفراد يبقى لعدم الابن ولعدم ولعدم البنت ولعدم الاصل الوارث صح كده؟ ده كله بتتكتب. وعند الانفراد استاذ ينفع اقول لعدم الاصول والفروع؟ لعدم الاصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعند الانفراد. يبقى للانفراد اول حاجه الانفراد وعدم الاصل الوارث، الاصل الوارث وعدم الفرع الوارث صح كده حبيبي؟ اي عادي عادي اللي انت عايزاه خدامينك اهو، احنا نقدر نزعل الست الكل دي؟ ما نقدرش نزعلها. طيب يا سيدي، طيب لو قلت بقى توفيت وتركت ثلاثة إخوة لأم ياخدون الثلث اهو، هما كلهم ياخدوا كام؟ ها اشتركوا في الثلث. يبقى ليه بقى؟ للتعدد وعدم الأصل وعدم الفرع الوارث ماشي كده؟ طيب لو أنا قلت بقى هنا بقى يا سيدي زائد بنت لا يرث، يبقى لا يرثون شيئا بس ممتاز، لا يرثون شيئا لوجود البنت ماشي. انا بس عايز اركز على ايه موضوع البنت دي بتحكي استاذي. البنت هي بتسوي نفس شغل بنت الابن؟ بنت هنشرحها في الوراثه الاناث ما تشغليش بالك. ايوه اوكي، بس مثلا لو كان في ثلاثه اخوه لام وفي زائد بنت ابن ما يرثوا؟ مين يا بنتي؟ بدام في بنتي خلاص دول مش هيورثوا خلاص، حتى بنت لان هي فرع وارث تعتبر، هي بنتي فرع وارث، هي بتأثر على الاخوه والام كلهم خلاص. المساله كانت مش محتاجه احط ابن تاني بقى خلاص، دول مش هيورثوا. كنس الكلام. لا هي قصدها بدل البنت ابن كده. انا مش بنت ابن مش هزعلك. مش هزعل، مش هزعلك كمان، بنت ابن ابن مش هزعلك خالص، ما اقدرش ازعلك. اي فرع وارث لكم اسمه ورثه حبايبي، فرع وارث ده كله ان نزل واسمه وان نزل. ايوه ايوه خلص من الكلام. احط لي كمان يا جميل ماشي حبايبنا كده، ماشي حبايبنا. سفر رياضيات ما تخليش في رياضيات وفيزياء، انا بكلم كلام واضح. الاخ ياخد يا اما سدس يا اما سلس. قطرت تفضل. في شخص يتعدى اسمه ايه؟ رازا لو سمحت اي طالب موجود يحترم المعلم والطلاب، نفي منهج الدين الاسلامي. لسه موجود ولا مش؟ لا لسه موجود. ماشي هو غادر الله يهدي الله يهدي ماشي خلاص. طيب ثلاثة إخوة لأم وجد، يلا استاذ مين هيقول بقى؟ لا يرثون. يبقى لا يرثون، لا يرثون لوجود الأصل الواحد. طيب ثلاثة إخوة وأب، ها لا يرثون وجود أب. ممتاز. طيب تركت أخاً لأم، أخاً لأم وأختاً لأم. الثلث بسبب يرث السدس. هم كلهم الثلث ده اللي هم تعدد بقى صح؟ أو أخ الأم وأخت الأم. فهمنا كده؟ مش فيها أي حاجة، مفيش فيها أي إيه، مفيش فيها أي مشكلة صح كده يا شباب؟ أيوه ماشي. نيجي بقى إزاي لو في مسألة فيها أخ شقيق. الأخ الشقيق ده هو بقى بياخد الأخ الشقيق بعد لعدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الأب أو الجد، بياخد الأخ الشقيق بالتعصيب، بياخد بالإباء، يعملوش نص ولا ربع، بيارث بالتعصيب.
هي ابنك يا شباب؟ ابنك يا؟ طيب لو واحد يعني اعتبره زي الابن كده، نفس اللي كامل في الابن اقوله في الاخ الشقيق. لو اخ شقيق لوحده ياخد التركة كلها كاملة، اخين شقيقين ياخدوا الايه التركة مناصفة، تلات اخوة اشقاء يرثون التركة بالتساوي، اخ شقيق واخت شقيقة يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. وخلص الكلام عن كده. فما يأثر على الأخ هيأثر على الأخ الأب. ما لسه بقى لما أجي أقول الأخ الأب هأشرح ده. أنا قصدي أخ لأم. برافو. الأخ الأم ده له نصيب ما بيأثرش، زي عبد العزيز البرعامي كده خد ال 200 ريال ومشي. لو أخ شقيق موجود وأخ لأم موجود، الأخ الأم أول واحد بيورث. الأخ الأم أنا قلتها أول الحصة، أول واحد بياخد تركة هو الأخ الأم، ما حدش بيأثر عليه من الإخوة الأشقاء ولا من الإخوة الأب. أوكي. خلاص كده، لأنه من أصحاب الفروض، لأنه له أصحاب الفروض يعني إيه؟ يعني له نصيب. لا. أيوة بياخده صح كده. الأخ الشقيق ما يأثرش على الأخ الأم ولا ابنه، ولا الأخ الأب وابنه ما يأثرش على الأخ الأم. الأخ الأم يأثر عليه مين؟ ابن الميت، بنت الميت، أبو الميت، جد الميت، بس الأصل والفرع. خلاص كده نيجي بقى الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يرث إمتى؟ يرث أهو عند عدم الإبن، عند عدم الإبن. والإبن هي تشمل بقى إبن وإبن إبن وإبن إبن إبن إلى ما لا نهاية. نعم. وإن نزل. خلاص كده ماشي. عند عدم الأب يعني ما فيش أب. خلاص كده. وعند عدم الأب دي يعني برضو الأب والجد. تشمل الأب والإيه؟ الأب والجد. صح كده يا شباب؟ ماشي. طيب زي ما قلنا بقى بيرث زي الابن بالظبط، نفس ميراث الابن بالظبط. ركز معايا، اللي قلته في الابن يمشي على الأخ الشقيق مع عدم الابن. يعني الأخ الشقيق لوحده يرث التركة كاملة، أخين شقيقين بالنصف، بالتلاتة بالتساوي، أخ الشقيق أخت الشقيقة يبقى يرثون التركة بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ماشي حبيبنا كده. طيب نقول مسألة، توفي وترك أب وابن وأخ شقيق وأخ لأم. لو عملنا جدول كده ماشي، هنا كده الورثة، هنا النصيب، هنا التعليل. أجاوب ثانية واحدة. جميل. ثانية واحدة حبيبي. ثانية واحدة حبيبي. وأخ هنا شقيق، وأخ هنا إيه، وأخ هنا لأم. أب وأخ شقيق وأخ الأم. يلا قولي جاوب. اسمك إيه؟ قلت في الأخير سامة. سامة. يلا يا سامة. يلا. الأب يرث السدس. ممتازة. ليه السدس؟ بسبب وجود الفرع الوارث. وجود الابن الفرع الوارث. ممتاز. والابن ما ادري ما خذيناه. ما خدناه. لا خدناه. الابن والله باقي التركه. الابن باقي التركه. مين قال باقي التركه؟ مين قال باقي في البنت؟ انا رغد. اسمك يا رغد. رغد ليها كتاب حلو او التركه. والاخ الشقيق لا يرث بسبب وجود الابن. رغد بعت لها هديه لغايه هنا. شكرا. ايوه الاب خد السدس لوجود الابن، والابن ياخد الباقي التركه، باقي التركه بالتعصيب. صح كده. الاخ الشقيق ايوه لكونه اقرب وارث ذكر، والاخ الشقيق لا يرث لوجود بسبب وجود الابن. وجود الابن والاب، الابن والاب مع بعض، والاخ الاخرد لا يرث ليه اولاد لوجود الايه، لانه في اب وفي ابن. والابن. صح كده يا شباب كده. أيوة. مش كده، في اب اهو او ابن اهو، دول كلهم الاخوه دول مش هيورثوا. ماشي حبيبي فهمناها. ناخد مساله كمان. اخ الام، اخ الايه لام، واخ الاب، اخ الام واخ الاب، وابن اخ شقيق، وابن اخ ايه شقيق، واخ الام. كده طبعا ابن اخ الشقيق بيارس هو كمان. صح كده. بيارس هو كمان. بس في مشكلة انه اخ شقيق واخ لا. مين واحد، مين اقرب واحد فيهم يورث؟
الأخ الأب هو اللي هيورث. طيب لو قلنا أخ الأم وأخ الأب وابن أخ شقيق، المسألة فيها أخ الأم وأخ الأب وابن أخ إيه وابن أخ شقيق بس كده، خلصهم كده. ماشي يا شباب، تعالى نكتبهم تاني هنا، الأخ الأم وأخ الأب. أستاذ كيف أخ الأب؟ الأم توفت. شوف شوف بيقول إيه؟ أخ الأم يعني أخ اللي مات من أمه. أنت أيوه. أخ الأم يعني أنا مت وعندي أخويا من أمه. أيوه شقيق من الأم. الأب ومت وعندي ابن أخويا الشقيق. أول واحد في دول هيورث مين في دول اللي هيورث؟ الأخ الشقيق. أخ الأم. أخ الأم أول واحد هيورث هياخد السدس. صح كده؟ لعدم الإباهة، لعدم الوارث الذكر وعدم الوارث الأنثى وعدم التعدد. وعدم التعدد وعدم الأصل، ممتاز. مين الأقرب؟ الأخ الأب الأخ الأب ولا الابن أخ الشقيق؟ مين الأقرب؟ الابن أخ الشقيق. ابن أخ الشقيق. ابن أخ الشقيق. لا الأخ الأب أقرب من ابن أخ الشقيق. الأخ الأب مكتوب إنه هنا في حالة وجود الإخوة الأشقاء هو لا يرث. ابن اخ شقيق. مش اخ شقيق. ابن اخ شقيق. ابنه. طب نأجل دي شوية. طب حاضر. هنأجل دي سنة ما شرحتهاش. اخ الام وخالي دي اخ شقيق. خالي دي اخ شقيق. دي اخ الاب. اخ الاب لا. الاب. 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 وديت. يلا مين يورث؟ اللي اخ الام السدس هو بعدين ده ياخد الباقي وده لا الاخ الشقيق. ايوه ده لا يرث لوجود الاخ الايه الشقيق. طيب المثال ده احنا كنا سبقنا بيه شويه، الاخ الشقيق احنا قلنا يرث الاخ الشقيق بعد الاخ الايه الام مباشره، والاخ الام ما بيأثرش على ما بيأثرش من الاخوه الاشقاء بس من الأبناء والبنات ومن الأب. الأخ الشقيق قلنا لو لوحده توفي وترك أخا شقيق، الأخ الشقيق هو كام؟ ياخد ورثة كلها، التركة كلها. لو ترك أخين شقيق في نفس أخين شقيق بالتساوي. بالتساوي ماشي، ثلاثة إخوة أشقاء التعصيب كمان بالتساوي. يا لسان تركة بالتساوي أثلاثة ماشي. توفيت وتركت اخ شقيق واخت شقيقه للذكر حضر للذكر حضر اخ اخت الشقيقه وزوجه وزوج وزوج بس الزوج له الربع. يلا الربع الزوج ياخذ النص. الزوج ياخذ كام؟ الزوج ياخذ النص. ممتازين. لو زودت هنا اب ياخذ الاب يكون للزوج الربع. الزوجه هياخد النصف. الزوج بياخد الربع. الزوجه هياخد النصف برضه، ما فيش هنا ابناء. ايوه والاب ياخذ الباقي. ايوه ودول لا يرثوا عشان وجود الاب. لا يرثوا لوجود الاب. لو قلت هنا ابن نفس الشيء لا يرثوا، يبقى الزوج هياخد الربع. الزوج هياخد الربع والاب ياخد الباقي. الابن ياخد الباقي ولا شيء للاخوه وجود الاب وجود الابن. فهمنا كده؟ سهل. دكتور لو كل واحد يتكلم بالدور احسن، لو كل واحد يتكلم بالدور احسن حتى الواحد يفهم المعلومة، اما الكل يشارك مع بعض. تعليق الدكتور ما فيش مشكلة، عشان انا عايز حد يشارك معايا علشان اعرف بس يعني توجه اسئلة انت للاشخاص بالاسماء افضل. اساس مشكلتي بس ان انا مش شايف الاسماء اللي عندنا قدامي الوورد. فحاضر ماشي. أستاذ عندي سؤال. اسمك ايه كان بيتكلم؟ اسمك ايه؟ كان في زميل بيتكلم من شويه اسمه ايه؟ ياسر. اسمه ياسر. ياسر اتفضل يا سوا نسمع عماد يا استاذ. اتفضل يا بنتي سوا نسمع عماد. استاذ اذا ما في اب وما في ابن لكن في زوج، هل الاخوه بيرثون ولا لا يرثون؟ المساله الثانيه كده، اذا ما في ابناء ولا في اب مات. يعني مين مات؟ واحده ماتت تهوت وتركت مين؟ لم يعني هي ما تركت اصول ولا فروع، لكن تركت زوج واخ واخوه اشقاء. ممتاز مثلاً. ممتاز. هل الاخوه يرثون؟ ممتاز ممتاز. زوج واخ شقيق. يلا مين خليها لي؟ عاد جاوب. لا جاوب يا ياسر. ياسر يجاوب. توفيت زوج واخ شقيق. يلا حلها لها. الاخ
الزوج ياخذ النصف ممتاز لأن ما في فرع وارد، ممتاز والشقيق والأخ الشقيق ياخذ الباقي تعصيبا. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب لو قلت هنا أخ شقيق وأخت شقيقة كمان، هي يلا ها للذكر مثل حظ الأنثيين، ممتاز الزوج ياخذ ممتاز. كل مال. الزوج هنا يا بنتي خد هنا النصف عادي عشان مفيش هنا أبناء أهو، مفيش هنا أبناء أهوت، والأخ الشقيق وأخت شقيقة هم يتم نفس درجة القرابة، يبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ مثل حظ الأنثيين. فهمناها كده؟ فهمتيها كده؟ أيوه أيوه فهمت. أيوه المسألة لازم تكتبيها، ولازم تعرفي مين اللي مات، لازم تكتبي مين الموجودين، وحلها حل بسيط جدا. ننتقل للأخ الأب. الأخ الأب عشان يرث لازم ما يكونش، لازم ما يكونش في فرع وارث ذكر، ما يكونش في أب، ما يكونش في جد، وما يكونش في أخ شقيق. يبقى الأخ الشقيق بيمنع الأخ الأب. خلاص يا شباب كده فهمنا كده. الإخوة كلهم هو عشان يورثوا، كل الإخوة عشان يورثوا، ما فيش فرع وارث، ما فيش أصل وارث. ماشي يا حبايبي؟ ماشي. والأخ الشقيق بيجي قبل الأخ الأب، عامل زي إيه بقى؟ الأخ الشقيق بيفكرني بالابن، والأخ الأب بيفكرني بابن الابن. ماشي يا حبايبي؟ فهمتوها كده؟ أيوة. مش إحنا قلنا في الابن موجود، الابن لو موجود ابن الابن مش هيورث؟ أيوة. تمام، هو بالظبط هما هما الاتنين زي بعض بالظبط. الأخ الشقيق إذا الأب موجود ما يرث. ها؟ إذا الأب موجود ما يرث للأخ. إذا مين؟ إذا الأب موجود الأخ. نقول بقى اللي هو فرع الأصل وارث بقى، فرع وجد. لا الأخ ما له دخل في الأب، الأخ لأب، ما له دخل في الأب. الأخ ما يورث يا ابني، بدل الأب موجود وجد موجود الأخوة ما يورثوش. أيوه. أستاذ عايز نكتب لو سمحت، اكتب عشان ما نتلخبط. حاضر. الأخ الأب هو يرث عند عدم، عند عدم، عدم فرع الذكر. عند عدم، عند وجود الأصل، الأصل الوارث اللي هو الأب والجد. عند عدم، عند عدم الأخ، الأخ الشقيق، الشقيق الأخ اللي بقى الأخ الشقيق. خلاص كده يا حبيبي؟ لو ابن أخ شقيق هو يرث. ممكن تصبر وكل حاجة بالترتيب عشان ما تتوهش نفسك. ماشي. ماشي. هنا ناخد بقى توفيت وترك اهو اخا لاب، ياخد كام؟ اخا لاب ياخد باقي تعصيب؟ تركة كاملة. تركة كاملة. ممتاز. اخين لاب يتقاسمان. ممتاز. ثلاثة اخوة لاب يتقاسمون، يتقاسمون الثلث، كل واحد الثلث. طب لو قلت معاهم زائد اخت الاب الذكر في حظ الأنثيين. ممتاز. لو وظفت معاهم زائد، زائد أخ شقيق. ها؟ لا يرثوا. لا يرثوا. أخ الشقيق يرث الوارث تركة كاملة. ممتازات ممتازات ممتازات. يبقى الأخ الشقيق ممتاز برضه. هو اللي هيرث لأن هو أقرب من دول كلهم. صح كده؟ أيوه. ماشي. تحط معاهم ابن. يلا ها؟ لا يرثون. انا كده سعيد بكم اول نهار. الابن هو الابن فقط كاملة، والاخ ودول كلهم مش هيورثوا. صعبة ديت؟ لا سهلة سهلة. شيل ديت حط زوج. يلا ها شيل اللي حط زوج. يلا ها الزوج يرث، يرث النص، الزوج النص، مفيش ابناء خالص اهو. صح كده؟ الاخ الشقيق يرث، والاخ الشقيق ياخذ يرث الباقي، التركة الباقي التركة كاملة، ولا شيء للإخوة الأب. طب صدي لو في أخ لأم. ممتاز. يا سلام على مين يحلها لي؟ ها أخ الأم. أستاذ أنا حل، أنا حل، أنا أكتبها الأول. زوج الزوج، وهنا أخ الإيه ها لأم، وهنا الإخوة. أخ صح كده؟ الإخوة الإيه. الزوج ياخد كام؟ والأخ النص. الزوج ياخد النص، والأخ الأم ياخد كام؟ ها؟ السدس. ياخد السدس عشان هو لوحده، والأخوة الأب هنا ياخد كام؟ هياخدوا الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الايه؟ مش المفترض يصير حظ الاخ لام ما اول الانثيين. ما هو خد بقى اهو السدس، اهو خد قبلهم اهو. تقول قبل الزوج يعني مش تفرق معانا، هم الزوج خد النص، ودي اصحاب فرد ودي اصحاب فرد. استاذي مش المفترض انهم، المفترض انهم ما يرثوا الوجود اللي شو اسمه الاخ شقيق؟ مين اللي مش هيورث؟ الاخ لب. اه في اخ شقيق؟ تمام. عشان اخ الشقيق.
من الأخ الشقيق ابن وجدي وسادس الإخوة الإخوة لأم دول مش هيرثون، والأخ الشقيق ده هياخد الباقي بالإباحة الباقي ودول مش هيرثوا لوجود مين بقى؟ لوجود الإيه؟ الإيه؟ الأخ الشقيق لوجود الأخ الإيه؟ الأخ الشقيق هناك يا حبيبي؟ أي واضح واضح السيد. طيب لو ما عنديش بقى أخ شقيق ولا أخ الأب، مين أول واحد يورث تاني؟ قالك ابن الأخ الشقيق. أيوه. ماشي؟ نعم. الإيه الشقيق يورث بقى بعد مين بقى؟ بعد الأخ الأب. يعني أخ الأب هو اللي أقرب للميت من ابن الأخ الشقيق. يعني واحد مات عنده أخ الأب ولا ابن أخ الأب، يعني أخوه ولا ابن أخوه اللي أقرب؟ بالعقل كده الأخ. أخوه. برضه يرث امتى؟ برضه يرث بالتعصيب، يرث بالايه يا اولاد؟ يرث بالتعصيب، التعصيب يرث امتى؟ عند ادم، عند ادم الوارث الذكر. استاذ نفس شروط الاخ الشقيق. اذا اصبر علي اصبر علي، ما هنزود بقى عند ادم الاصل الوارث كمان، ها؟ عند ادم الاخ الاب، وعند ادم مين بقى؟ الاخ الاب الأخ الشقيق الأول، ها؟ صح كده؟ وعند عدم الأخ وعند عدم الأخ الإيه؟ أخ الأب، صح كده؟ ناخد مثال، توفيت وتركت ابن أخ أب و فأخ وأخ لأم. يلا مين هيورث؟ الأخ الشقيق ياخد كام بقى ده؟ كامل التركة كاملة. ممتازين. طيب لو حطيت هنا بنت استاذ لا يرث هذا مين هيورث؟ لا الإخوة لا يرثون، البنت فقط اللي تورث. الإخوة يرثون، الإخوة يرثون، راح يعرفوا الإخوة يرثون وتورث الذكر بس. البنت النص. أيوه. البنت هنديها النص بس، هنشرح إن شاء الله في الحصة الجاية. والأخ الأخ الباقي، الباقي بعد نصيب البنت وابن الأخ الشقيق لا يرث لوجود الإيه الشقيق، صح كده؟ أستاذ ثاني، أستاذ ما فهمت. حاضر 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 حاضر. أستاذ مش البنت هي موجودة، يعني البنت هنا مش هي فرع؟ البنت البنت إحنا قلنا فرع الوارث الذكر الأبناء بس. أما ما تهاجمش أعمامها، ما تهاجمش الأخ الشقيق والجماعة دول الحواشي. بتحجب بس الاخ الام بس، البنت بتحجب بس الاخ الاخوه الام، اما ما بتحجبش الاخ الشقيق ولا الاخ الاب ولا ابن اخ الشقيق ولا ابن الاخ الايه ابن الاخ. البنت ما تحجب اخ لاب، ما تحجبش اي حد، الولد بس اللي يحجب، الابن بس اللي يحجب. لكن تحجب الاخ الام، اللي تحجب الاخ الام بس. يعني قلت مثلا توفيت وتركت بنتا واخا الام، يلا. طيب أستاذ إذا كان أخت شقيقة وأخ لأب. ممتاز، أخت شقيقة هناخدها الحصة الجاية. بنت أستاذ شوف، عشان أنا تلخبط الحين، لو كان في أخ لأم أيوة وفي أخ شقيق، أخ لأم بياخذ السدس والأخ الشقيق الباقي تعصيبا، صح؟ أيوة، أخ الأم وأخ شقيقة أهو، أخ شقيقة الأخ الأم ياخذ السدس، ياخذ السدس والأخ الشقيق بالتعصيب كامل، يعني الأخ الشقيق ياخد الباقي الباقي بالتعصيب. أيوه كده فيها مشكلة كده. ولو معايا أخ الأب، لو هنا أخ الأم وأخ الأب برضو الباقي بالإيه بالتعصيب. لكن لو حطيت هنا بنت، حطيت هنا بنت الأخ الأم لا يرث، والذاك ياخذ الباقي مع الاخ الاب، والاخ الاب هياخذ الباقي بالتعصيب بعد نصيب البنت. البنت طبعا بتاخد النصف، الاخ الاب هياخذ الباقي بالتعصيب بعد البنت. ماشي ماشي. الاب الثاني لا يرث الاخ لام ولا الاخ لاب؟ هنا الاخوه دول كلهم مش هيورثون. ايوه يبقى الاب هنا هياخد السدس فردا والباقي بالتعصيب، فردا والباقي بالتعصيب، والبنت بتاخد النصف. ماشي حبايبنا؟ واضح استاذ. خلاص كده؟ ماشي. ده ابن الاخ الايه؟ ابن الاخ الشقيق. طب لو مش موجود ابن اخ شقيق بدور على ابن الاخ الاب. يارث امتى ابن الاخ الاب؟ عند عدم
الورث صح كده؟ ايوه الفرع الورث الزكر خلينا الزكر ها وعدم الاصل عدم الاصل عدم الاصل الوارث ذكر وانثى وجد له كده ايوه ثانية واحد معايا معايا رسالة على ال على ال رد عليها و تمام سيدي خد راحتك هنا حبايبنا هنا كده الابن الاخ الاب قلنا حبيبه اهو ابن الاخ الاب عدم الفرع الوارث فرع الوارث الذكر وعند اصل الايه اللي هو الاب والايه والجد كده عدم الاخ الشقيق وعدم الاخ وعند عدم بياخذهم بالدور كده عند عدم الاخ يب عدم عدم وعدم عند عدم ابن الاخ ابن الاخ الشقيق يا شباب يرث يرث ايه بقى يرث بالتعصيب برضو طب لو ده مش موجود ندي مين ندي العم روح ايوه نشوف العم اه مش موجود ياخد العم العم يرث امتى عند عدم 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 اي حد فرع الوارث الذكر استاذ يعني العم اخر شيء لسه لسه اخر شيء في ابن العم عند عدم الفرع الذكر صح كده وعدم الاصل ذكر الاب والجد صح كده عند عدم الاخ الشقيق مفيش اخ شقيق عدم الاخ لاب عدم الاخ الاخ لاب صح كده وعند عدم عند عدم ابن ابن الاخ الشقيق ها وعدم ابن الاخ لاب عدم ابن الاخ لاب ما لاحظ ما قلناش الاخ الام الاخ الام بيبقى ايه اه ما له دخل ملوش دعوه ماشي خلاص كده بياخد الثلث بتاعه او الثلث عند التعدد استاذ ما فهمت عم مين هذا عم الميت الميت يعني واحد مات وما عندوش بقى حد لا عنده ابناء اه ما عندوش ابناء ذكور وما ما عندوش ولا جد ما عندوش اخ شقيق وما عندوش اخ اب ما عندوش ابن اخ شقيق ما عندوش ابن اخ الاب بتنتقل الورثه للعم يعني اذا كلهم ما موجودين من الذكور ينتقل للعم اه يا عسل عسل لا ما فيش عام بقى لا استاذ لو في اخ لام ما يأثر عادي الاخ الام بياخد السوق ده يروح للعم عادي نقول في الاخ الشقيق ده حاله لوحده كده يعني ممتاز نتكلم هنا عن بياخد ابن العم ايوه بعد كده بياخد ابن العم صح كده يا اولاد؟ اي صحيح نفس اخر واحد هو ابن العم يا يعني ابن العم ياخد امتى مين اقولها لي؟ عدم سد انا اقول سد نك خليل خليل قول يا خليل عدم سد الفرع الوارث الذكر عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الاب وعدم الاصل وعدم الاب استاذ وعدم الاخ الشقيق وعدم الاخ الشقيق وعدم الاخ الاب وعدم الاخ الاب وعدم ابن الاخ الشقيق وعدم ابن الاخ الشقيق وعدم ابن الاخ الاب وعدم ابن الاخ الاب وعدم العم وعدم يا سلام عليكم طفو عليك ناخد مسائل بقى توفي وترك اب واخ شقيق واخ لام يلا اب واخ شقيق واخ صح لنا يلا اتفضل طيب الاب ياخذ السدس ممتاز لوجود الابن صح ايوه السدس ياخذ عشان الابن ممتاز والابن ياخذ الباقي بالتعصيب ممتاز والاخ الشقيق والاخ لام هذا اللي يروح عشان وجود الاب لا شيء لوجود الابن والاب ممتاز اخ لام نعم عندي سؤال الأول تفضل دلوقتي الجد يحجب الأخ لأب وابن العم يحجبهم كلهم تمام أب يمنع الحواشي كلهم احنا قلنا دي اسمها كلالة كلالة يعني مفيش فرع مفيش أصل مفيش أبناء ذكور بس وأحفاد ذكور مفيش أب مفيش جد تنتقل الورثة للأخ والاخ الشقيق وابن والاخ الاب وابن الاخ الشقيق
وابن الاخ الاب، ما فيش ذو كلهم يخش على الاعمام، ما فيش اعمام يخش على ابن الاعمام. اخ الام واخ الاب وابن اخ شقيق، يلا اخ الام واخ الاب وابن اخ شقيق. اخ الام ياخد كام؟ يلا يلا يا سما. نعم استاذ. الاخ الام ياخد كام؟ الاخ الام ياخذ ما ياخذ لانه في اخ شقيق. لا الاخ الشقيق ما يمنع الاخ. لا ما يمنع ياخذ السدس. صح صح صح. الاخ الام ياخذ السدس لوحده عشان هو الانفراد اهوت، وعدم الابن وعدم الاب وعدم الجد وعدم التعدد. تمام. مين بقى اللي هياخد بعديه؟ الاخ الاب ولا الابن الاخ الشقيق؟ مين الاخ؟ الاخ الاب. الاخ الاب ياخد التركه كلها، وابن الاخ الشقيق مش هياخد لوجود الاخ الاب. صح كده؟ ايه شاطرين جدا جدا جدا. في مساله كمان، زوج واخ. استاذ هذه الوحده في الاختبار الواجد عليها درجات؟ ايوه واجد، عنده درجات واجد. يا ربي. زوج واخ شقيق وعم. زوج انا شرحتها لكم اهو، بقى فهمتها لكم اهو مجانا. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ واضحه واضحه استاذ. يلا ها، زوج واخ زوج واخ شقيق وعم. طيب عشان الزوج ياخذ النص. النص عشان ما فيش ابناء. ممتاز. مين الاقرب بقى، اخ شقيق ولا العم؟ الاخ الشقيق يحدث على العم. يبقى ياخذ كام الاخ الشقيق؟ الباقي بالتعصيب. ياخذ بالتعصيب ولا شيء للعم لوجود الاخ الشقيق. صح كده؟ بالظبط. ايوه ماشي. اخ الام، اخ الام وابن اخ لاب. اخ الام وابن اخ الاب وحط معاهم عم. يلا الاخ الام راح ياخذ السدس. مين هيورث؟ ها الاخ الام راح ياخذ السدس. الاخ الام ياخذ السدس عشان ما فيش ابن، ما فيش اب، ما فيش جد. تمام. ابن الاخ الاب يرث. ابن الاخ الاب راح ياخذ باقي تعصيب، ياخذ الباقي بالتعصيب، وما فيش حاجه للعم عشان ابن الاخ الاب هو الاقرب. نعم. لو قلت عم وابن عم، يلا مين يحلها دي؟ العم ياخذ الباقي. ايوه كده الباقي ياخذ، العم ياخذ الترك كلها. ممتازين ممتازين ممتازين. كده يا اولاد يكون خلصت الورثه من الذكور. خلصنا الحمد لله، رجعنا على ميراث الاب وميراث الزوج وميراث الجد وميراث الابناء والابناء اللي معاهم بنات اللي هم الزكاه من حضرتك الانثيين، ميراث الاخوه. الاخوه الام خلصناها، السدس والثلث والاخ الشقيق والاخ الاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب. تنتقل التركه الى العم، وبعد العم تنتقل الى ابن العم. زي ما قلنا عم وابن عم، العم يرث التركه كامله ولا شيء لابن العم. لو قلت ابن عم وابن اخ شقيق. ابن اخ شقيق. استاذ عادي اوافق، عادي اجاوب. ابن الاخ شقيق يرث. يرث التركه كامله وابن العم مش موجود. لا يرث. اخ شقيق. واخ الاب. واخ الام. س س س. الاخ الام والاخ الشقيق والاخ الاب. مال؟ يرثون. انا لسه قلت حاجه، انا لسه قلت حاجه يا ابني. يا ابني اصبر عليا، اصبر على رزق. اخ شقيق واخ الاب واخ الام وابن اخ شقيق وابن اخ لاب. اخ لاب. وحط معاهم ابن عم. وحط معاهم ابن ابن ابن. مين يحلها؟ ابن 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 الحاج ده خلص المشوار. هو ده، هو ده ابو تريكه، هو ده يا اخي. هو ده بوظ الفرح على الناس كلهم. جاب جون في، جاب جون في الدقيقه 99. كده يا حبايبي اكون خلصت الورثه من الذكور، وبكره ان شاء الله في نفس موعد الساعه 3 هشرح لكم ورثه من الاناث، وناخد الاجزاء كلها مراجعه تاني. بكره الساعه 3 العصر، وهبعت لكم الرابط الساعه 3 العصر على نفس الجروب. كونوا معنا وادعوا لنا وما تنسوش كيان رقم واحد في السلطنه ان شاء الله. استاذ بكره عربي بعد صح؟ بكره عربي ودراسات اجتماعيه. تمام.
متى العربي؟ العربي الساعة 5 بعدي مباشرة والدراسات والدراسات من 9 ل 10 بالليل. أمريك طول طول اليوم؟ لا العربي من 5 ل 7. أوكي. تاخدوا راحة شوية كده وبعدين تاخدوا دراسات مع عملاق الدراسات الأستاذ عباس الخديوي إن شاء الله. يعني أستاذ النصيحة يعني الحين نراجع اللي انت شرحت لنا إياه. وبكرة قبل الحصة نراجع. انتوا راجعوا بقى انتوا انا شرحت وانتوا راجعوا بعدية لازم تذكروا شوية وتحلوا شوية كده. وبكرة نراجع الورثة من الإناث. او انا هشرح بكرة هشرح بقى الورثة من الإناث مش راجع بكرة هشرح الورثة من الإناث. انتوا تراجعوا بقى اللي احنا خدناه الوصية الورثة من الذكور وكده. بكرة هشرح الورثة من الإناث وان شاء الله هقول لكم على موعد التجويد امتى ان شاء الله. اديكم التجويد برضو وان شاء الله وحيد الطلاق هشرحها لكم. أستاذ نعم استاذ نعم أستاذ ذكرت البيان اللي انت سويته نعم. وين حصل له؟ انت فين؟ انا في صلالة. انت في صلالة يوم الحد هتلاقيه في جميع المكتبات. أستاذ في ملخصات المواد العلمية؟ ملخصات احنا ملحقناش نعمل مواد علمية عملنا بس كتاب أدبي بس في جميع المواد الأدبية بأربعة ريالات. ولكن في عاملين حاجة اسمها كراس الامتحان كنت عملتها في اللغة العربية وهتيجي برضه إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله. يعني المواد العلمية متوفرة إن شاء الله. لا ما لحقناش صراحة خلصناها ولكن لسه الطباعة هتتأخر شوية. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ عادي ترسل هالملف في الجروب عشان نراجع منه؟ هذا الملف من عيون الاثنين. مرسي. اسمك سما؟ أيوة. من الإسكندرية؟ لا من المنصورة. المنصورة ناسي سما. مرسي. ماشي جزاك الله خير. مع السلامة حبيبي. يعطيك العافية. جزاك الله خير. طلعت إن شاء الله. ماشي. الشباب اللي هم قلنا عليهم الجوائز يتواصلوا معايا إن شاء الله الأستاذ مسلم وخليل محمد العوايد وأستاذ نور أو أستاذ نور ياسر وسارة الشهابي وسما ورغد وأميرة وعبد عزيز البرعم. ان شاء الله استاذ جزاك الله خير. ان شاء الله استاذ شكرا. يوم الحد بقى يوم الحد كان ان شاء الله في الكتب ارسلك ان شاء الله يوم الحد تواصلوا معي ان شاء الله. شكرا استاذ جزاك الله الجنة. يلا ما ننسى استاذ وجعل من الحسن يذكره. مع السلامة. سواء ما ليش هدية طيب. ربي يوفقكم يا رب ان شاء الله بالتوفيق يا رب للجميع الطلاب ان شاء الله. يا رب التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه بس